اصحى يا نايم واحد الرزاق، السحور يا حبايبي وكل عام يجي عليكم بصحة وخير وسلام. المسحرات مهنة مرتبطة بالتقاليد الشعبية الرمضانية، الشخص الذي يجوب الشوارع ليلا لإيقاظ الناس لتناول وجبة السحور، ذلك الرجل صاحب الصوت الأجش العالي، لكن يبدو أن هذه المهنة لم تعد حكرا على الرجال. دلال عبد القادر أشهر سيدة تعمل مسحرات في القاهرة، توارثت المهنة أبا عن جد، تجوب الشوارع بالطبلة منادية أطفال الحي الذين تسعدهم يوميا بالنداء عليهم بأسمائهم. سحورك يا فارس، سحورك يا سعد، وسحر حبايبك كمان. وتباين آراء الناس حول دور المسحرات في زمننا الحالي. والله سعيدة سعيدة، ربنا اللي يعلم بيها. إن أنا شفتها وقابلتها، وإن شفت مسحراتي جميل. هو في حاجة حلوة في مصر الحاجات بتاعت زمان دي؟ دلوقتي حاسة إن هي بقت سبوبة، الناس بتاكل منها عيش مش زي زمان. يعني الروح اصلا بتاع زمان للمسحراتيه ايام الثمانينات او ايام التسعينات غير دلوقتي خالص. ساعات الوقت بيجري بينا فهم بيفكرونا، فدي حاجه بالنسبه لي مهمه، يعني حاجه فرحه. يعني انا اول ما شفتها بصيت من البلكونه فرحت اني واحده ست وكده. الحاجه اللي بتسحر دي احنا بنستناها من السنه للسنه، ككبار وصغار، رجاله كبيره وستات بتنزل تطلع من البلكونات تبص عليها، والاطفال بتبص عليها، وكل سنة وانتم طيبين. السيدة دلال عبد القادر سعيدة بعملها كمسحرات، وخاصة أن أهالي الحي يكنون لها كل الحب وينتظرون مرورها يوميا. مسحراتي ده على قد ما بيتعب على قد برضو ايه ما الناس بتحبه، فمحدش بيضايقني ولا حد بيبصلي بنظرة وحشة، بل بالعكس كلهم عشان عارفين ان انا ست مكافحة وشقيانة من صغري، وبمشي في الشارع دغري، فكلهم بيحترموني الحمد لله رب العالمين. مسحراتي مش مهنة، عشان مسحرات شهر في السنة بس، فما تعتبرش مهنة. يعني ده يعتبر حاجة من تراثنا، عادة اعتدنا بيها من زمن الزمن، فنفسي الناس تعرف يعني ايه مسحراتي وتعرف معنى المسحرات. صح. اصحى يا نايم واحد الرزاق، السحور يا حبايبي وكل عام يجي عليكم بصحة وخير وسلام.